استعراضات عسكرية بمعزوفات موسيقات الجيش العربي الأردني احتفالا بعيد الاستقلال 76 على الطريقة العسكرية. هكذا تم الاحتفال في صرح الشهيد. اليوم حبينا نجيب أطفالنا على صرح الشهيد لأنه عرفنا أنه في احتفال بيقوم فيه الجيش بمناسبة عيد الاستقلال 76، وكل عام والأردن بألف خير وسيدنا الملك عبد الله بن الحسين بألف خير. احنا اليوم موجودين هنا بمناسبة عيد الاستقلال، وبالنسبة لنا فخر للأردن، وبنفس الوقت كمان عيد ميلادي يعني صادف، فإشي فخر بالنسبة لي. كلنا فخر بتاريخ مملكتنا الأبية التي لم تقبل بأن تكون تحت سلطة الاحتلال. اليوم جيت على صرح الشهيد عشان أحضر فعاليات، وكل عام الأردن بألف خير. لم يخلو الاحتفال من توافد وحضور مميز من قبل الأهالي وطلبة المدارس ليشاركون القوات المسلحة فرحهم باستقلال المملكة بالإعاز والتكتيك العسكري. لقد تمت دعوتي لحضور هذه الاحتفالات، وللمرة الأولى أنا متواجدة في الأردن، وسأعود بالتأكيد مرة أخرى لزيارة الأردن كوني أحببت هذا البلد صاحب الثقافة والتاريخ. أحببت مملكتكم جدا، والشعب الأردني يتحلى بالدفء والاحترام. أشكر الشعب الأردني من الاهتمام والاحترام الذي قدموها لنا. اليوم عيد الاستقلال الأردن، تابعنا مراسم العسكرية كانت مهيبة وفريدة من نوعها. أشكر الشعب الأردني على ضيافتهم. حتى السياح القادمين للأردن شاركوا الأردنيين احتفالهم بعيد الاستقلال الذي يعد مميزا هذا العام بمشاركة عسكرية تجلت بعرض عسكري يعكس عنفوان الجيش العربي الأردني.